لمناقشة هذا الموضوع ينضم إلينا من بغداد الخبير الأمني أحمد الشريفي. أهلا بك معنا أستاذ أحمد، ونبدأ معك بطبيعة الحال بسياق وتوقيت عودة مسلسل استهداف أبراج الكهرباء. بسم الله الرحمن الرحيم. لا شك أنه احنا عندما نتحدث عن الطاقة الكهربائية سواء كانت بمحطاتها أو مصادر توزيعها، نحن نتحدث عن أهداف نصفها تعبويا بالأهداف السوقية، أي بمعنى الأهداف التي تجمع البعد التعبوي والبعد السياسي. وحقيقة إذا أخذنا بنظر الاعتبار التوقيت لأدركنا حقيقة أن البصمة السياسية ليست بعيدة عن مجريات الأحداث التي تجري حاليا، تزامنا مع الربط للطاقة الكهربائية مع المحيط الإقليمي وبالتحديد مع المنظومة الخليجية التي ستحقق نوعا من التغيير الإقليمي، ربما في ظهور إقليمية جديدة تتجلى فيها مسألة الأمن القومي العربي على اعتبار التكامل في الطاقة، سيحرك عجلة الإنتاج في تكامل لإيجاد وحدة إقليمية تتكامل فيها الدول العربية في وحدة اقتصادية وربما وحدة جغرافية لتأمين إطلالات بحرية وتأمين مسألة التنمية المستدامة عبر تأمين الطاقة الكهربائية. فإذا نحن عندنا توقيت حساس جدا، فضلا عن تصفية حسابات داخلية لإثارة الرأي العام العراقي في هذا التوقيت، لا سيما أنه طيب لنفصل معك أكثر أستاذ أحمد. لفتني تعبير هناك بصمة سياسية موجودة وربطت هذا بالموضوع الإقليمي، أشرت أيضا إلى حسابات سياسية داخلية. نفصل معك أكثر في هاتين النقطتين، ماذا عن البصمة الخارجية وماذا عن الحسابات الداخلية؟ نعم، الحقيقة كان هناك ضمن رؤية إقليمية أن يرتبط الأمن القومي العراقي بمصادر الطاقة، لا سيما فيما يتعلق بالكهرباء، بدول الجوار سواء كانت إيران، وبتقدير أنه إيران كانت تركز على هذه القضية، يعني لم تكن فقط ربط الطاقة الكهربائية بالعراق هي قضية مصدر مالي بقدر ما هي ربط القرار السياسي بإيران. وإحنا لاحظنا في كثير من الأحيان استخدمت قضية الكهرباء لابتزاز صانع القرار السياسي حتى في آليات استخدام الضغط لزج عناصر في المنتظم السياسي وفي يعني موقع صنع القرار السياسي. فاليوم الاستغناء وإيجاد بدائل، هذه البدائل ستشكل ضمانات لتحريك عجلة الاقتصاد في العراق واردة جدا. نعم. الأبعد من ذلك أنه قد تتحرك الأذرع التي هي حليفة لدول الجوار في أن تفتعل أزمات حتى أما تفشل هذا المشروع أو ترفع من منسوب الضغط على الحكومة العراقية التي ماضية باتجاه التكامل الإقليمي. الحقيقة هناك أبعاد يجب أن نعرج عليها، أنه هناك احتمال ظهور إقليمية دولية جديدة قد تضرب تطلعات لمشاريع إقليمية كانت ترى أن المنطقة مجالها الحيوي سواء كانت من قبل إيران وتركيا، وظهور الأمن القومي ووجود المملكة العربية السعودية وبالتحديد في طريق التنمية العصري سيحقق نوعا من الأمن القومي العربي، يعني هناك نهضة للأمن القومي العربي قد تدفع باتجاه تشكيل إقليمية دولية جديدة يتعامل معها أو تتعامل معها الدول الكبرى. أستاذ أحمد، ماذا عن دور الحكومة؟ يعني قبل الغوص في هذه الصورة والمشهد الإقليمي والمشهد الدولي، يعني في العراق بتنا كل عام ننتظر حدوث المشكلة ونحن نعلم أنها قادمة، ننتظر حدوثها ثم نفكر بالحلول. لماذا لا يتم وضع خطة من الأساس لحماية هذه الأبراج استباقا للمشاكل التي تحدث كل عام؟ هذا المشهد بات متكررا. أحسنتم. ولماذا تخفق الحكومة في رسم استراتيجيات تؤمن التنمية المستدامة والطاقة المستدامة إلى العراق؟ هذا الفشل هو ليس فقط فشلا للمنتظم السياسي بقدر ما هو ضغطا يمارس من دول الجوار لتوظيف الأزمات من أجل الحصول على موطئ قدم في معادلة إدارة الصراع إقليميا. ولذلك نقول أنه غياب الحلول
هو ليس فقط عجزا على مستوى الموارد الوطنية في إيجاد الحلول، لا سيما أنها متاحة، ولكن هناك من يسعى إلى تعطيل استراتيجيات وعلى بها الخطط التي توضع تحت يد صانع القرار السياسي لتحويلها إلى برنامج عملي ثم افتعال الأزمات. واحدة من افتعال الأزمات هو الذي يجري. كيف تستطيع جماعات أن تتخطى الإجراءات الأمنية لتصل إلى تهديد أمن الطاقة وهو تهديد للأمن القومي العراقي دون أن تنظر من قبل الجهد الاستخباري والجهد الأمني والعسكري الذي هو منتشر؟ نعم. إلا إذا كانت تمتلك حصانة سياسية تؤمن لها مرونة في تخطي الإجراءات الأمنية. لذلك نحن نقول أنه مثل هكذا جرأة لمثل هذه الجماعات ما كانت لتحصل لولا أنها مدعومة سياسيا، وإلا ما هو دور المؤسسة الأمنية والعسكرية التي يفترض أن تكون ضامنة؟ وهذا ما أود أن أسألك عنه بالتحديد، على سيرة هناك حلول كما قلت وما المطلوب عسكريا. وأنا أود أن أسألك أستاذ أحمد، ما هو المطلوب عسكريا؟ ما الذي نحتاجه لحماية هذه الأبراج؟ يعني اليوم هناك قوة من الجيش في محافظة صلاح الدين، هل يعقل أن نخصص قوة من الجيش لكل برج من أجل حمايته؟ لا، بالحقيقة احنا نحتاج استراتيجيات، استراتيجيات بادئة ذي بدء، هي تحرير القرار الأمني والعسكري من التأثير الحزبي، لأنه في بعض الأحيان حتى انفتاح القطعات وانتشارها تخضع إلى الرؤية الحزبية وتقيد في منطقة ويسمح لها في ممارسة النشاط في منطقة أخرى. لذلك توجد ما يطلق عليه بالخواصر الرخوة أو المناطق التي هي مناطق غير منظورة أمنيا وغير ممسوكة عسكريا، فتصبح مجالا حيويا لإدارة الصراع السياسي في العبث بمحطات الطاقة. يعني ما الذي يعطل أن تكون لدينا أساطيل من طائرات الدرون لنظر لمتابعة واستمكان النشاطات المشبوهة؟ بل بإمكان الدرون الآن حتى القيام بعمليات الإسكات. لماذا لا نمتلك قوة جوالة، قوة محمولة جوا لمتابعة مثل هكذا فعاليات في ظل وفرة مالية متاحة للجهاز الأمني أو العسكري؟ ولكن من يعطل مثل هكذا فعاليات بالحقيقة هي المحاصصة التي طالما ترهن أداء حسن أداء الدور الوظيفي للمؤسستين الأمنية والعسكرية بالتوازنات الإقليمية بل حتى الدولية، ولذلك يغيب المشروع الوطني وتغيب الحصانة سواء كان لجبهتنا الداخلية والخارجية. ودليل في ذلك ارتخاء القبض عن الحدود هو الذي سبب أزمة المخدرات وجعلها تلتقل من خارج الحدود إلى داخل الحدود ثم تصبح. أستاذ أحمد، شكرا جزيلا لك. الخبير الأمني أحمد الشريفي، كنت معنا من بغداد.